قال وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه، فأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. نعم، يرخص على الناس اللي تمسك بالسنة في آخر الزمان، يرخص على الناس مثل ما يرخص عليهم رأس الحمار الميت من الزهد بالسنة وأهلها. لكن المسلم يصبر على هذا، يصبر على الدين، يصبر على السنة، ولا ينخرط مع الناس أو ينظر لرضاهم، إنما يتمسك بالسنة النبوية، وسيلقى مشقة ويلقى غربة ويلقى أذى، لكن يصبر على هذا. نعم، ولو رخص على الناس، لو رخص على الناس وعيروه وسبوه ووصفوه بالتشدد ووصفوه التكفيري ووصفوه بأي وصف، ما يهمه ما دام انه على السنة وعلى الحق، ما يهمه كلام الناس، يصبر. نعم.